اهلا بيك يا كابتن، ازي صحتك؟ اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله. سي يعني عمرو السيسي ماله؟ عمرو السيسي يا كابتن قريب من الزمالك اكيد، احنا طالبين حضرتك بخصوص عمرو السيسي، يعني ده السؤال يعني ما كنتش محتاج يعني على طول، انت وكيله قريب ولا لسه؟ اولا شرف لي ان انا اكلم حضرتك حبيبي، وانا عارف انت صديق عزيز وصاحبي وحبيبي واخويا على راسي والله، بس انا بصراحه يعني غير مخول بان انا اتكلم في القصه دي خالص نهائي دلوقتي. طب خلاص خلاص، انا طبعا انت عارف انت بالنسبه لي ايه. لا خلاص، مش هحرجك والله، ما هحرجك، انت عارف انا ماليش مش مدرسه الاحراج. طب اتكلم معاك اتكلم معاك ايه العروض اللي جايه له؟ اللي جاي لمين؟ لعمر؟ ولا برضو مش عايز تتكلم؟ لا مش عايز اتكلم. ليه ده؟ مش هتكلم مع صاحبي واخويا وحبيبي؟ حبيبي اتفضل. اكيد في مفاوضات، واكيد في كلام ان هو يروح نادي الزمالك، وفي كلام طبعا، بس انا مش كابتن اقول لك حاجه، الموضوع ما اقدرش اتكلم لان في تعرف مشرف امع الكوره استاذ امير مرتضى ورئيس نادي مرتضى منصور، فانا ما اقدرش اتكلم في القصه دي نهائيا خالص، ممنوع ان انا اتكلم فيها، ده الكلام ده مني لحضرتك يعني. طيب خلاص انا مش هجيب عمرو السيسي تاني كده بالكلام كده وفحوى الكلام، انه هو راجل قريب. هشام صلاح مدافع الاتحاد راح المصري. هشام صلاح ان شاء الله بكره باذن الله في مفاوضات بين نادي الاتحاد والنادي المصري. كويس. عشان موضوع هشام صلاح، هل في صفقات تبادليه بين الاتحاد والمصري مثلا في لعيبه من هنا تروح مكانه مثلا؟ لا ما فيش صفقات تبادليه يا كابتن ولا حاجه. مقابل مادي؟ مقابل مادي. طيب خلاص، انا مش هكلم معاك على صفقات تخصك انت بصفه شخصيه، لكن هكلم معاك كوكيل لعيب ولاعبين من وكلاء اللاعبين الكبار الموجودين في الدوري المصري وايضا خارج مصر كمان، على تدعيمات الانديه السنه دي. تمام. شايف انها من العيار الثقيل لكل الانديه بنسبه كبيره يعني. السنة دي في فرق ما شاء الله كتير دعمت، يعني المصري، سيراميكا، البنك الاهلي، الاسماعيلي، كل الانديه دعمت، وانديه دعمت بلاعيبه كبار، وانديه صرفت مبالغ كبيره عشان تقوي فرقها. فانا بعتبر السنه دي هيبقى من اقوى الدوريات اللي جت مصر في خلال الفتره الاخيره، لان المدربين كمان يعني حته المدربين الاجانب زائد المدربين المصريين، حتى في منافسه بين المدربين وبعض. تمام. ودي حاجه يعني ترتقي بالمستوى اللي هنشوفه السنه دي باذن الله. حتى فيوتشر طبعا، نادي فيوتشر دعم تدعيمات محترمه، مجلس اداره محترم، فالناس كلها بتدعم دلوقتي في موسم قوي ان شاء الله، يبقى دوري قوي. وانا بتاسف لك كابتن. لا خالص خالص خالص، ما مش هسالك على عمرو السيسي تاني، اهم صفقاتك السنه دي ايه؟ قصدي اهم يعني الحمد لله احنا، وطبعا انا وكابتن ميدو حسين يعني. طبعا حبيبي يا كابتن حبيبي. ودينا ابو جبل، كابتن محمد ابو جبل، ودي صفقه كبيره جدا طبعا، راحت نادي البنك. اسلام جابر، من اللعيبه الكبار، سي من اللعيبه الكبار ده بالنسبه للبنك. كابتن محمود علاء، كابتن ابراهيم حسن لنادي الاتحاد السكندري، كابتن مهدي علي الفيل من فيوتشر لنادي فيوتشر. ففي صفقات كبيره يعني، منه كابتن احمد توفيق طبعا برضه في البنك الاهلي. لا في صفقات الحمد لله كبيره، الزناري، مصطفى الزناري طبعا، الزناري ونادي الزمالك ودونجا، فدي برضه دونجا بيراميدز صفقه كبيره، بالاضافه لدونجا دونجا الاسماعيلي. اسماعيلي طبعا، اسماعيلي المستقبل قبل كده مع الاستاذ محمد طويله، وبعد كده راح بلغاريا. لا متابعه انا بشكل كويس على فكره. الحمد لله، فان شاء الله باذن الله صفقات تبقى محترمه وصفقات كبيره ودوري قوي. وانا يعني اولا المره الاولى والثانيه شرف ليا ان انا بكلمك واخش مداخله مع حضرتك، وانت عارف انا نفسي اقول لك كل حاجه، بس الموضوع ده حساس جدا وانت عارف. خلاص. ان شاء الله ربي يبقى. انا بحترم ده على فكره، بقدره على فكره، ويا رب كده تكون بعض الصفقات الجميله اللي قلتها ابو جبل واسلام والمهدي وتوفيق والزناري ودونجا يبقى ختامك طبعا مع عمرو السيسي نادي الزمالك. كابتن سيد مرعي انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. هو طبعا اكيد لازم نحترف رغبات اي حد يخش معانا على التليفون.
او الضيف لو موجود معنا في الاستوديو عايز يقول يقول، مش عايز يقول ممكن من فحوى كلامه انه الراجل ممكن يبقى مش عايز يقول في حاجه، بس الكلام والاتجاه بنبقى عارفين من، بس هو قريب من نادي الزمالك بنسبه 99%. يعني مشوار البنيني سامسون اكنولا 22 سنه لاعب صغير طبعا، نادي طبعا ليونز نيجيري 36 ليونز نيجيري من 2017 19، دوان جيسا السلوفاكي 2019، سينكا السلوفاكي 19 20، كاراكاس الفنزويلي من 21 22. ارقامه مباريات 67 دقائق، لعب 5736 دقيقة، سجل 28، صنعة أهداف 11. لا يعني معدل كويس، معدل لو ده اللي بيقول على لعيب كويس.